الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهندي. الداخلية تواصل جهودها للتصدي لجرائم الغش التجاري وحجب السلع عن الأسواق. وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان الوضع على الساحة الليبية والقضية الفلسطينية. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء الهند، وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عمق العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر والهند، مؤكدا حرص مصر على الدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة. ومن جانبه هنأ رئيس الوزراء الهندي الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدا اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة، ومثمنا الثقل السياسي البارز الذي تمارسه مصر بشكل متزن على صعيدين الإقليمي والدولي. أكدت وزارة الداخلية بأن أجهزتها المعنية ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لإنفاذ قرار إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك لمدة 6 أشهر لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات. يأتي ذلك في إطار الدراسات الجارية لإعادة صياغة الحركة المرورية بمختلف المحافظات لتقييم ومواجهة مشكلة التكدسات. واصلت الأجهزة الأمنية جهودها للتصدي لجرائم الغش التجاري أو حجب السلع عن الأسواق. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدي لجرائم الغش التجاري وحجب السلع عن التداول بالأسواق، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملتها في هذا الإطار، وتمكنت من ضبط أكثر من طن سلع غذائية حجبها عن التداول بالأسواق المدير المسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالإسكندرية بقصد رفع أسعارها. ونجحت الإدارة في ضبط أكثر من 36 طن سلع غذائية كانت بحوزة المسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالقليوبية تمهيدا لطرحها للتداول بالأسواق، وهي سلع مجهولة المصدر. الإدارة نجحت في ضبط 25 طن سكر مجهول المصدر بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لتعبئة المواد الغذائية بالشرقية، جمعها بهدف بيعها بأزيد من أسعارها. وعلى مستوى محافظة القاهرة تمكنت الإدارة من ضبط نحو 3 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمجزر دون ترخيص، وضبط أمين عهدة لإحدى شركات تسويق الأرز لحيازة أكثر من طن سلع غذائية بها تغير في خواصها الطبيعية تمهيدا لطرحها بالأسواق. كذلك ضبط أكثر من 6 أطنان من السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لدى المسؤول عن شركة لتجهيز الوجبات السريعة. وعلى مستوى محافظة الجيزة تمكنت الإدارة من ضبط نحو 22 طن سلع غذائية ومستلزمات إنتاجها وأكثر من 11,000 عبوة سلع غذائية جميعها مجهولة المصدر بمصنع للصناعات الغذائية، وضبط أكثر من 2 طن من مقطعات اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص. وعلى صعيد ضبط جرائم غش المستلزمات الطبية نجحت الإدارة في ضبط 14,000 قطعة كمامة غير مطابقة للمواصفات وبدون بيانات لدى مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج الملابس الجاهزة بالجيزة، وبها أيضا تم ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الملابس الجاهزة حيث تم ضبط أكثر من 270,000 قطعة كمامة مجهزة وتحت التجهيز ونحو 88,000 عبوة مناديل ورقية جميعها مجهولة المصدر ومصنعة من خامات مجهولة. ونجحت الإدارة في ضبط المسؤول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بالقاهرة لحيازة نحو 297,000 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية، وكذا 3 أطنان كحول وجليسرين وفازلين مجهولة المصدر. وبالقاهرة أيضا تمكنت الإدارة من ضبط المسؤول عن صيدلية لحيازة 8,000 قرص أدوية لعلاج أمراض متنوعة مهربة جمركيا ومحظور تداولها بالأسواق، وكذا أكثر من 400 كمامة طبية
وعبوة كحول مجهولة المصدر ويقوم ببيعها بأزيد من أسعارها، وضبط 25,000 قرص مكملات غذائية غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق بشركة للمكملات الغذائية دون ترخيص بالقاهرة. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودغيان، وذلك لبحث مسار العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وبحث الوزيران آخر مستجدات الوضع على الساحة الليبية وسبل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة بما يعمل على استعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب. كما أكد الوزيران على ضرورة العمل على سرعة استئناف مسار عملية السلام في إطار مبدأ حل الدولتين.